بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. إخوتي أهل المروءة، أبنائي شباب وحيوية الأمة، آبائي رمز الوقار والهيبة، أخواتي عنوان العفة، بناتي الحسنات الباقيات، أمهاتي عنوان التضحية والفداء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أوصيكم أخوتي وأحبتي ونفسي الجانية بتقوى الله تبارك وتعالى ناء الليل وأطراف النهار، في الشدة والرخاء، في الملأ والخلاء. شد الله على أيادينا جميعا بالتسديد والتوفيق أبدا، وأنالنا الله تعالى شفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله، ورزقنا وإياكم سعادة الدارين. كنا في خطبة سابقة قد عرضنا بخدمتكم ما بعد واقعة الطاف، وما هو الدور الذي اضطلع به الإمام السجاد عليه السلام، وما هي العقبات التي واجهته، وذكرنا نقطة مركزية، أن القناعة التي كانت أمامه أو عند أعداء الإمام الحسين عليه السلام وجمهور أو عامة الناس الذين لم يعرفوا ولم يفقهوا، وإنما كانوا يعتقدون لاعتقادات باطلة، أن الإمام الحسين عليه السلام يمثل الحالة غير الصحيحة، وإنما الحالة الصحيحة كانت هي عبارة عن ذلك الحكم القائم، والإمام الحسين يمثل حالة خارجية. وهذه مشكلة واجهها الإمام السجاد عليه السلام، واستطاع أن يغير قناعة الناس، سواء في خطبه الشريفة في الكوفة أو في الشام، وذكرنا بعض ذلك. والحديث في هذا واقعا حديث يطول، يعني الذي يدرس حياة الإمام السجاد عليه السلام يجد هناك عمق، سواء كان في الظروف التي واجهها، المحيط الاجتماعي الذي كان يحوط به سلام الله عليه، وكيف استطاع أن ينفذ من هذا المحيط ويحقق المبادئ الإصلاحية التي نادى بها أبوه الإمام الحسين عليه السلام. اليوم سنرجع ما قبل الطاف، باعتبار أن وفاة الإمام الحسن عليه السلام صادفت قبل يومين، يعني بحسب الرواية المعمول بها. وأيضا أحببت أن نسلط الضوء على بعض ما مر بالإمام الحسن عليه السلام. قبل أن أدخل بهذا الموضوع، الإمام الحسن عليه السلام مر بظروف في غاية الصعوبة، وأنتم تعلمون أيها الأخوة أن الظرف كلما كان صعبا أيضا ستواجه المصلح مشاكل عدة،
الإمام الحسن عليه السلام ورث أرضية بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الأرضية لم تكن أرضية بالمستوى المطلوب. سأبدأ من هذه النقطة، يعني لا أبدأ من ولادة الإمام الحسن عليه السلام والسرد التاريخي في هذا الجانب وإن كان مهما، لكن أريد أن أقف عند نقطة أعتقد من الضروري أن نقف عندها. هذا الظرف الذي واجهه الإمام الحسن عليه السلام كان ظرفا صعبا، ولذلك الجو العام الذي كان يحيط بالإمام الحسن كان جوا تشوبه مشاكل عدة. لاحظوا، هناك جو أعداء الإمام الحسن، هذا رقم واحد، وهناك جو يفترض أن يكون من أتباع الإمام الحسن، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هو شخص الإمام الحسن عليه السلام. أنا أتحدث الآن عن الأمر الذي كان يحيط بالإمام الحسن من بعد، يعني العدو، وما هي قدرة ذلك العدو على محاولة الانتصار على الإمام الحسن عليه السلام. والأمر الثاني تلك المجموعة المحيطة بالإمام الحسن عليه السلام. الأمر الأول سأمر به سريعا، لأن العدو الذي كان أمام الإمام الحسن هو عين العدو الذي كان أمام أمير المؤمنين، وهذا العدو كان عدوا لا يبالي أن يرتكب أي شيء أو يفتري أي شيء، لأن هذا العدو بعباراته الخاصة به، نقلنا بعضا منها: أنا لم أقاتلكم لأن تصوموا أو تصلوا أو تحجوا، لم يكن هذا سبب القتال، وإنما كان القتال حتى أتأمر عليكم. والذي يطلب الإمرة، بما هي إمرة؟ بما هي سلطنة؟ لا يبالي بالوسائل، يقتل، يشتري الذمم، ليس المهم هذا عنده، وإنما المهم أن يحقق ذلك المأرب. فإذا هذا العدو عندما يتمتع بهذه القدرة من التجيش ومن المال ومن شراء الذمم، ماذا يحتاج؟ يحتاج في المقابل أن تكون هناك عناصر تفهم طبيعة هذا العدو حتى لا تنخدع، وعناصر عندها قناعة تامة بالمبدأ حتى أيضا لا تخدع، سواء قبل أن يحمل وطيس أو أثناء الاقتتال. الإمام الحسن عليه السلام جبهته الداخلية، وأرجو أن نلتفت لهذه المسألة التي هي في غاية الأهمية، جبهة الإمام الحسن الداخلية لم تكن جبهة متماسكة، وإنما هي عبارة عن جبهة متصدعة، وهذه الجبهة المتصدعة أتعبت الإمام الحسن عليه السلام كثيرا. عندما نأخذ قطعة تاريخية بسيطة، نرى أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أدرك بخطورة ما سيكون،
ولذلك حاول بكل وسيلة أن يقضي على الانحراف، وساعده على ذلك بعض من كان يفهم من هو أمير المؤمنين، لكن البعض الآخر لم يساعد. البعض الآخر كان قليل العقل وإن كان كثير العبادة، لكنه قليل العقل كالخوارج. عندما انقضوا على أمير المؤمنين ووقفوا بوجه أمير المؤمنين، لا شك أن هذه الجبهة الداخلية تصدعت مع ما عليه أمير المؤمنين عليه السلام من وجود قطعا يختلف عن وجود الإمام الحسن. نعم الإمام الحسن هو سبط النبي صلى الله عليه وآله، لكن وجود أمير المؤمنين في سلسلة طويلة من بداية يعني بداية الدولة الإسلامية أو النهضة الإسلامية إلى أن استشهد سلام الله عليه، وجود مميز. مع ذلك قام هؤلاء بوجهه وأثاروا الغبار إلى أن استشهد سلام الله عليه بالمحراب. إمام الحسن عليه السلام عندما يرث ورث شيئين، ورث المبدأ والقيم من أمير المؤمنين فيحتم عليه أن يستمر، لكنه أيضا ورث مجموعة متهالكة، وهذه المجموعة المتهالكة كانت متصدعة بحيث ملت من المنازلة، لأنها كانت تتوقع في المنازلة أن تنتهي إلى خير، أما أن تستمر المنازلة لفترة طويلة فهذا ما لم يكن يريدوه أصلا. ولذلك بعد أن جاء الإمام الحسن عليه السلام وخطب خطبته في النخيلة بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام وهيأ الناس إلى القتال، حقيقة الناس كانت تطلب العافية، وسأقرأ بعض النصوص. لكن قبل أن أدخل في هذا الجانب، قد أنا أسأل سؤال بخدمتكم، أقول هل باب الشهادة قد أوصد بوجه الإمام الحسن عليه السلام أو لا؟ باب الشهادة كان مفتوحا لكن الإمام الحسن لم يلجه، وأعتقد هنا سؤال نحتاج كلنا أن نفهم. لا تعني الشهادة أن الإنسان يقحم نفسه ثم يستشهد. أمثال الإمام الحسن، الإمام الحسين عليه السلام كما قلنا لا يتعامل مع الموقف بهذه الطريقة، وإنما يتعامل بنكتة بهدف، وهذا الهدف هو الذي يحرك المشروع أن يبدأ في القتال أو يبدأ بغير قتال. ومقصود من ذلك كما قلنا في خطبة سابقة أن الإنسان عليه أن يعرف الحق حتى يعرف أهله، وهذا مبدأ. الشهادة بعنوان ما يترتب عليها ما ينتج عنها، هذه المسألة كانت موصدة عند الإمام الحسن. الشهادة بمعنى أن الإنسان يقتحم ويقتل، هذا مفتوح للإمام الحسن ولغير الإمام الحسن، لكن هذا الباب لا يريده الإمام الحسن، لا يريده بمعنى أن الإمام الحسن يفكر بطريقة أخرى. الإمام الحسن يفكر بطريقة سيد الشهداء، بل الإمام الحسن هو إمام الحسين عليه السلام في فترة ما بعد شهادة أمير المؤمنين، فالإصلاح الذي نادى به الإمام الحسين عين الإصلاح الذي يريده الإمام الحسن، لكن الأبواب تختلف، الجبهة
التفتوا لنقطة مهمة، الجبهة الداخلية للإمام الحسن كانت جبهة متصدعة، ولعله من رواد تصدع هذه الجبهة ابن عمه عبيد الله بن عباس. أنتم لا تعتقدون أن هذه المسألة المؤرخ يمر عليها مرور الكرام بلا أن نقف ونرى حجم المأساة التي مرت بالإمام الحسن عندما يخذله شخص كابن عمه، وهو كان محل اعتماد على جيش يصل إلى 10,000، وهو قوام جيش الإمام الحسن، ثم يقوم هذا ويخون الإمام الحسن عليه السلام، لا أن يجلس، لا أن هو يهرب، وإنما يأخذ أكثر من 4 أخماس الجيش ويذهب إلى الجبهة المقابلة. بقى عند الإمام ألفان قيس بن سعد، سعد بن قيس هو الذي قاد البقية وكتب للإمام الحسن ماذا جرى. هذه الجبهة المتصدعة عند الإمام الحسن عليه السلام، الإمام كان لابد أن بعد أن راقب الأحداث لابد أن يتخذ موقفا، وهذا الموقف الذي يتخذه الإمام الحسن يحقق الإصلاح. من الخطأ أن بعضنا يقارن بين الحسن والحسين، هذا خطأ. يقارن بين أصحاب الحسن والحسين صحيح، يقارن بين ما مر به الإمام الحسن والإمام الحسين صحيح، أما يقارن بين الحسن والحسين هذه المقارنة غير صحيح، إلا في مواطن كوجود شخصي كما نقارن بين الإمام الحسين والإمام الصادق مثلا، لكن أنا أتكلم عن هذا الجانب. لاحظوا الشيخ المفيد رضوان الله تعالى حقيقة أبرز نصا، وسأنقل أيضا النص الذي ذكره الإمام الحسن حتى يتبين بمقدار ما أن طريق الشهادة بالمقدار الذي يريده كما كان يريده الإمام الحسين، هذا الطريق لم تكن مفتوحة عند الإمام الحسن. التفتوا، لا أقصد طريق الموت. الإمام الحسين ذكرنا سابقا يعلمنا كيف نحيا، الموت أمره سهل، هنا الإنسان بإمكانه أن يموت، إذا لم يمت في الحرب الإنسان لا يخلد في الدنيا، لكن الإنسان كيف يحيا؟ هذه الطريقة عن طريق الاستشهاد في المعركة عند الإمام الحسن لم تكن موجودة. ليست المشكلة عند الإمام الحسن إطلاقا، وإنما المشكلة عند من يعتقد أنه من جماعة الإمام الحسن، لكن عندما يتعرض لأدنى اختبار يسقط. الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه ينقل مقطع يقول: الخصم أنفذ للإمام الحسن مجموعة كتب، كتب رسائل أنفذ للإمام الحسن. ما هي هذه الكتب؟ هذه الكتب الذين التفتوا، الذين عاهدوا خصم الإمام الحسن أن يسلموا الإمام الحسن في أول فرصة تسنح، وهم من جيش الإمام الحسن، طرف المقابل أنفذها له، قال: هؤلاء هم كاتبوني، هم راسلوني. قال: وأنفذ إليه بكتب بعض أصحابه، هذا نص الشيخ المفيد، الذين التي ضمنوا له فيها للخصم الفتك به بالإمام الحسن أو تسليمه إياه، نؤثر الإمام الحسن ونسلمه، مللنا من الحرب،
نكر ويكرون، وهو الإمام الحسن سيبين. واشترط كذا شروط، لاحظوا، قال بعد ذلك يذكر، يقول والإمام الحسن بعد ذلك خضع لأمر واقع. لماذا؟ قال لما كان عليه أصحابه مما وصفناه من ضعف البصائر في حقه. هنا من حقنا أن نقارن بين من ومن؟ بين بعض أصحاب الإمام الحسن وأصحاب الإمام الحسين. أصحاب الإمام الحسين عليه السلام لم يكونوا ضعفاء في البصائر، فمشروع الإمام الحسين عليه السلام فيه قسمين، قسم هو والقسم الآخر من أتباعه من أصحابه. هو الإمام الحسين لا إشكال أنه جزء المشروع، جزء الأهم، البقية تكاملت في مشروع الإمام الحسين. الإمام الحسن أيضا مشروع يحتوي على قسمين، قسم هو وهو متكامل لا شيء في ذلك، القسم الآخر كان غير متوفر. قال من ضعف البصائر والخلاف منهم له لا يسمعون الكلام. قال ومن طوى كثير منهم عليه من استحلال دمه وتسليمه إلى خصمه، وما كان من خذلان ابن عمه له ومصيره إلى عدوه، وميل الجمهور منهم إلى العاجلة وزهدهم في الآجلة. لاحظوا، أتكلم عن هذه الفئة التي كانت مع الإمام الحسن عليه السلام. الكلام الآن ليس عند الإمام الحسن وليس عند الإمام الحسين، الكلام مع أصحاب، مع أصحاب. وأنهم تعلمون هذه المسألة لا تحرز، أصحاب أنبياء خذلوا أنبياءهم، نساء أنبياء خذلوا الأنبياء، مع أن النبي كان زوجها. امرأة لوط خانت لوط في الهداية، كانت تكتب أو تؤشر إلى أعداء لوط إذا مر به شيء أو جاءه بعض المؤمنين. موسى عليه السلام، أقوام أنبياء، لم يجد الأنبياء بدا من أن لا يثق بهؤلاء، لأن هؤلاء لم يقفوا مع الأنبياء إلى آخر لحظة. وإنما الناس تصيبها الملل، هم ليسوا على بصيرة، هم لم يقتنعوا بالهدف والغاية بشيء متكامل. ماذا يفعل؟ الإنسان يموت ينتحر، هذا أمر مبذول وسهل، لكن ليست هذه هي الغاية. الغاية هناك شيء لابد أن يتحقق. ما هي الوسيلة التي لابد أن تحقق؟ الوسيلة أن الإمام عليه السلام يبقى محافظا على ما عنده، ويبين أن هناك مسألتان، أن هناك خطان، خط للباطل وخط للحق، وخط الحق لا يمكن أن يجامل. نعم، أتباع الحق تختلف كثرة وقلة، وهذه القاعدة حتى في القرآن الكريم، كم من فئة قليلة وأكثرهم للحق كارهون، حتى في القرآن الكريم أنه ليس المفروض دائما أن الحق له أتباع أكثر من الباطل، هذه فرضية أشبه بالخيال.
بالعكس، أهل الحق غالبا هم قلة، لأن الحق ثقيل. الإمام الحسن لا يريد بهؤلاء إلا الخير، وسيبين. أنا إنما ذكرت نص الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في الإرشاد. لاحظوا الإمام الحسن عليه السلام ماذا قال، التفتت واقعا جزء من مظلومية الإمام الحسن عليه السلام، أن فهمنا للأشياء فهم ناقص، والبعض منا لا يريد أن يتعب نفسه، يكتفي ببعض الأمور المجملة وإن كان هو لا يقتنع بها، لكنه لا يريد أن يفهم، لأن ظرف الإمام الحسن إخواني لعله يكرر في كل حين أكثر من ظرف الإمام الحسين. ظرف الإمام الحسن يعني أتباع الحق، لماذا؟ سأبين. قال الإمام الحسن عليه السلام من جملة ما قال: قال إنا والله مصدر هذا الذي سأنقله هو تاريخ ابن عساكر والكامل في التاريخ. ماذا قال الإمام الحسن عليه السلام بعد أن حصل الذي حصل؟ قال إنا والله ما يثنينا، ما يقعدنا عن أهل الشام شك ولا ندم. التفتوا للعبارة، لا يثنينا شك لأننا على بصيرة، ولا ندم لأن الإنسان يندم على شيء باطل، ولا باطل عندنا، ولكن إنما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر، فشيبت السلامة بالعداوة والصبر بالجزع. سأتي إلى هذه الفقرة. وكنتم في مسيركم إلى صفين، عبارة الإمام الحسن، ودينكم أمام دنياكم، وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم، ألا وقد أصبحتم بين قتيلين، قتيل بصفين تبكون له، وقتيل بالنهروان تطلبون ثأره، فأما الباقي فخاذل، وأما الباكي فثائر، ألا وإن فلان قد دعا لأمر ليس فيه عز ولا نصف عدل، فإن أردتم الموت رددناه إليه وحكمناه إلى الله عز وجل بضب السيوف، وإن أردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم الرضا. وسكت. بربك هذا الكلام ألم يقله بمضمون الإمام الحسين مع أصحابه، مع أهل بيته؟ ألم يختبر الإمام الحسين نيات أصحابه؟ ألم يأذن الإمام الحسين لأصحابه هذا الليل فاتخذوه جملا؟ قد ظل اتخذوه جملا، اهربوا لا يراكم أحد، الناس لو ظفروا بي تركوكم. هذا الكلام الإمام الحسين تكلم مع أصحابه ليلة العاشر، الثامن، السابع، بقوا يوم 2 محرم نزلوا إلى كربلاء 8 أيام إلى أن وقعت الواقعة. ماذا قال أصحاب الإمام الحسن بعد أن خطب؟ فناده القوم من كل جانب البقية البقية، لا نريد القتال، نريد الدنيا. والإمام فسر، قال دنياكم أمام دينكم، والإنسان قاتل على أمل أن يحصل على دريهمات، على كذا على كذا. لاحظوا إخواني هذا الجو
وهذا الجو من أخطر ما اكتنف حياة الإمام الحسن عليه السلام. عندما نؤرخ إلى مشهدين، مشهد عاشورائي ومشهد الإمام الحسن، الرؤوس القوم الإمام الحسن والإمام الحسين خارجين عن مسألة النقد، خارجين عن مسألة الرؤية من جهة مؤرخين. المسألة أين تكمن؟ أين تكمن؟ المحيط. أصحاب الإمام الحسين، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. هؤلاء الأصحاب بمستوى ويعلمون المصير، لم تكن دنياهم أمام دينهم، لأن يعلمون أن المسألة انتهت، أي دنيا. وعندما يقارن أبو الفضل سلام الله عليه مع عبيد الله بن عباس، تجد أحدهما في الثرى والآخر في الثريا. من يكون هذا عبيد الله بن عباس الذي يبيع الموقف بمليون درهم؟ من يكون هذا؟ وترك الإمام الحسن عليه السلام مكشوف الظهر. ومن يكون أبو الفضل عليه السلام عندما وقف تلك الوقفة أمام الأعداء؟ وكان أبو الفضل يخيفهم. وجود العباس عليه السلام مع الإمام الحسين يجعل الأعداء يخافون. ذهاب عبيد الله بن العباس إلى الصف المقابل أوهن جيش الإمام الحسن عليه السلام، حتى الشجاع بدأ يخاف، لأن هذا ابن عمه. والتفتوا إخواني، هذه قضية سبق وذكرتها، عندما يخذل القريب يكون الخذلان أشد وقعا. لاحظوا الحالة النفسية. أنت الآن عندما تتكلم كلام حديث تأريخ سطرين ثلاثة وينتهي الموضوع، الأمر ليس كذلك. هذا الذي قاتل مع الإمام الحسن ويرى ابن عمه، ويرى ابن عمه قد ذهب بثمانية آلاف من الجيش، كيف لا يتزلزل؟ كيف لا يتزلزل؟ وبالنتيجة أي وثوق سيكون بهؤلاء؟ فعندما يكاتبون الطرف المقابل يقول له: إحنا سنفتك بالإمام الحسن، سنفتك به، نقتله أو نسلمك إياه أسيراً مكتوفاً. قطعاً هؤلاء ليسوا أصحاباً بمستوى أصحاب سيد الشهداء. المشكلة أخواني، أرجو الالتفات، الإمام الحسن إمام الإمام الحسين. مشكلة ليست هنا، المشكلة يصول بيد جذاء بمن يقاتل. وقلنا المسألة ليست شهادة في الحرب، هذا ليس هو المطلوب. مطلوب بعيد ذلك ماذا يكون؟ قلنا سابقا الإمام الحسين عليه السلام كان عنده هدف واضح: طلبت الإصلاح، ونجح سيد الشهداء عليه السلام في الإصلاح. اليوم ونحن نعيش هذه الأجواء، سبق وقلنا مرارا وتكرارا، اليوم الإمام الحسين عليه السلام سيد العالم. الإمام الحسين يتربع الآن على عرش القلوب، ملك القلوب. فالمشروع الذي قام به الإمام الحسين، هذه الحركة التاريخية المهمة تحتاج إلى أعوان. شخص الإمام باقي محفوظ كشخص الأنبياء. الإشكال ليس هنا، إشكال طبيعة ما يحيط به سلام الله عليه. أنت عندما تقرأ أصحاب الإمام الحسين والمواقف، وذكرنا سابقا، وتقرأ هذه المواقف، الإمام الحسن عن أصحابه يقول: واليوم دنياكم أمام دينكم. والإمام الحسين يقول: لم أرى أصحابا أوفى من أصحابي، لم أعلم أصحابا أوفى من أصحابي. لاحظوا الفرق. هذه الثلة وهم أصحاب سيد الشهداء، لو فرضنا نرجع التاريخ للوراء، ويكونون هذه الثلة
عند الإمام الحسن عليه السلام لرأيت العجب العجب. ولو هذه السلة يتقدم بنا الزمن وتكون عند الإمام الحسين أيضا لرأيت العجب العجب. هذا موقف لابد تاريخيا نخذل من ونعظم من بعد الفراغ عن أن الشخصيتين اللتين قادتا الحرب هم من الشخصيات التي هم سيدا شباب أهل الجنة. هذا واضح المسألة لكل ذي لب. الإشكال هو في العناصر المحيطة. وأهل البصيرة سبق تكلمنا كثيرا عن هذا المعنى. أهل البصيرة أخواني هذه معادن، وهذه المعادن تكتشف إذا حمي الوطيس، تكتشف. ولعلنا في الفترة الأخيرة التي مرت بالبلد وشاء الله سبحانه وتعالى أن يبرز لهؤلاء الدواعش هذه الثلة المؤمنة، واقعا هذه الثلة كانت حمل وطيس وجربت. هذه الثلة جربت وأيما تجربة. قطعا هؤلاء لو كانوا عند الإمام الحسن لم يخذلوها. فعندما يقارن الآن شهيد من الشهداء مهما يكن اسمه عشيرته بطل من أبطال مامر، يقارن بعبيد الله بن عباس، تعسن لعبيد الله بن عباس، تعسن ثم تعسن لك، سوت وجهك وسوت وجه التاريخ وخذلت ابن عمك، والتاريخ الآن طحنك حال الذين طحنوه في الباطل. وهؤلاء برزوا إلى مضاجعهم كما تقول السيدة سلام الله عليها زينب، كتب الله إليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم على أمن وأمان وسلامة وبصيرة. فشتان أخواني بين هؤلاء الأصحاب وهؤلاء الأصحاب، وليس شتان بين الإمام الحسن والإمام الحسين أبدا. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نسأله تبارك وتعالى أن يمن على الجميع بالعافية وقبول الأعمال، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له